وعلى أشرف المرسلين. في البداية لا يخطني أن أهنئكم جميعا بسنة الميلادية الجديدة، كل سنة وأنتم طيبين، فأعاد الله علينا وعليكم بالخير والجن والبركات والسعادة والاستقرار إن شاء الله. وها هو كذلك منتدى جيد الشعب يفتتح هذه السنة الجديدة 2019 نشاطاته بطرح أو نقاش أو فتح نقاش حول أحد أهم المواضيع التي تشغل رأي العام في الجزائر وفي العالم كذلك، وهو الصيافة الإسلامية باعتباره منحى جديد تتوجه إليه الجزائر من خلال سنه قانونيا مؤخرا في شهر نوفمبر الماضي من خلال القانون 0802/2018 والذي تم نشره رسميا على الجريدة الرسمية نهاية شهر ديسمبر الماضي. لقد أصبحت الصيافة الإسلامية من التوجهات العالمية أو التوجهات المالية والبنكية العالمية، خاصة منذ الأزمة التي عصفت بالعالم سنة 2008 فيما يسمى بالرهن العقاري، والذي أثبت وجود ثغرات في الأنظمة المالية الأخرى أو البنكية الأخرى، مما استدعى التفكير في إيجاد أنظمة بديلة أو أنظمة موازية تمشي بالتوازي مع الأنظمة البنكية التقليدية. طبعا هذا المنتدى يأتي تحضيرا أو عشية المنتقى الدولي الذي سيحتضنه قاسم المؤتمرات عبد اللطيف رحال يومي 6 و7 جانفي الجاري حول الصيافة الإسلامية من تنظيم المركز الدراسات والبحث في علوم الإعلام والاتصال الذي يرأسه صديقنا الأستاذ سهير مزيان، وكذلك يأتي بالتزامن وصدور القانون الجديد الذي ينظم الصيافة الإسلامية في الجزائر. طبعا في البداية أتشرف كذلك بضيوفنا الكرام، أرحب بالسيد ناصر حيدر رئيس المدير العام لبنك السلام الإسلامي الذي يعتبر من أولى التجارب في الصيافة الإسلامية في الجزائر، مرحبا بك في جريدة الشعب. كما كذلك أرحب بالأخوة والزملاء من الأسرة الإعلامية، كما أرحب كذلك من الأخوة ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات، مرحبا بكم جميعا في منتدى جريدة الشعب. طبعا لنقاش هذا الموضوع حول الصيافة الإسلامية نتشرف كذلك باستضافة الأستاذ كمال الزيد أستاذ الصيافة الإسلامية في جامعة البليدة، مرحبا بك في جريدة الشعب. كما استضيف كما تشرف كذلك باستضافة الأستاذ مزيان، مرحبا بك كذلك في جريدة الشعب. كما جرى التقليد الكلمة إلى المتدخلين ثم نفتح النقاش، يتفضل في البداية الأستاذ مزيان في حدود 5 إلى 7 دقائق ليحدثنا عن هذا المنتقى وعن أهدافه لغير ذلك، ثم ننتقل إلى الجانب النظري من الصيافة الإسلامية مع الأستاذ كمال الزيد، وبعده مباشرة ننتقل إلى الصح للجانب العملي والجانب التطبيقي بما أننا وما بيننا أحد الممارسين جيد لبنك السلام. عفوا مرحبا بكم جميعا، بدون إطالة أحيل الكلمة إلى الأستاذ مزيان، تفضل. العملي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا زملائي من الأسرة الإعلامية أقول لكم عام سعيد وكل عام وأنتم بخير. أود أولا أن أتقدم بالشكر الجزيل على لجريدة يومية الشعب على استضافتها لنا في هذه الندوة، وأخص بالذكر مديرة جريدة الشعب السيدة أمينة دباش، وكذا الأستاذ بن عمري أمين، وكذلك الأستاذ بن بلة. وكما أشكر إذا الحاضرين من الأسر الإعلامية على حضورهم، وبادئ ببدء أود أن أتقدم بالشكر الحار للمجلس الإسلامي الأعلى الموقع على رعايته السامية
هذا الملتقى اللي هو الملتقى في الطرق العملية للصيرفات الإسلامية لي مود اوبيراتوار دو لا فيونس إسلاميك. كذلك أشكر هؤلاء الشركات والبنوك التي تفضلت وتكرمت بالرعاية المادية لهذا الملتقى. وربما لن أطيل معكم مادام أن النقاش سيكون مفتوح. الموضوع إذن هو موضوع الطرق العملية للصيرفة الإسلامية. ما هي دواعي تنظيم هذا الملتقى؟ فيه عدة اعتبارات. هو كما أشار الأستاذ أمين يتزامن مع صدور قانون 18-02 لبنك الجزائر، واللي كان من قبل كان وافق عليه مجلس القرض ومجلس لو كريدي لا إلى موي القرض والنقد والخارج. إذا كان صدق عليه المجلس، وربما جاء مصادف لأنه القانون أصدر ضمن هذه 10 أيام أو أقل من ذلك في يوم الخميس، وسبق أن وافق عليه مجلس النقد في 4 نوفمبر. وربما احنا كنا ربما متوقعين أن يكون ربما اتجاه نحو المصادقة على هذا التنظيم. إذا من دواعي الأخذ هو إذا تثمين هذا القانون. كذلك ربما أيضا الإسهام في العمل التحسسي فيما يخص موضوع الانكليزيون فينانسيير أو الشمول المالي. كذلك لا بد أن نشير إلى أنه من قبل المجلس الإسلامي الأعلى سنة 2017 سبق وأن وضع فتوى تتيح للمواطنين اللجوء إلى الصيرفة الإسلامية. ما هي الإضافة التي نقدمها بالنسبة لهذا الملتقى؟ لأن الملتقيات حول الصيرفة الإسلامية يعني كثيرة، وكل من قام بها يعني هي مبادرات محمودة. ولكن احنا حاولنا هذه المرة أن نضيف شيء، الجانب العملي، الجانب الميداني، الجانب التطبيقي. وهذا ما يبرر التسمية بالطرق العملية لي مود اوبيراسيون، سي لوبيراسيون، سي كيسكي فوغا. كذلك أود أن أشير إلى شيء هام أعتقده هام، هو أنه لأول مرة في هذه الملتقى، هو أول ملتقى يثمن قانون 18-02 على ما أعتقد. ثانيا أول ملتقى يهتم بالجانب العملي والتطبيقي، وأول ملتقى يعتني بالجانب عند الاتصال والتسويق، وأول ملتقى يعتني بالجانب الرقمنة والديجيتاليزاسيون. البرنامج فيه 4 محاور. المحور الأول البنوك والجانب التنظيمي والشبكات والشبكات الصيرفة الإسلامية ومنتجات الصيرفة الإسلامية. الثاني الاندماجية المالية، لأن هذا موضوع هام جدا لا سيما بالنسبة للبلاد. الموضوع أو المحور الثالث هو الاتصال والتسويق، الماركتينغ ديال الكوميونيكاسيون. والأخير هو الرقمنة الديجيتاليزيشن. طبعا إضافة إلى هذا، في اليوم الثاني هناك يعني ورشات، 4 ورشات يعني كلها خاصة بهذه المواضيع. وبطبيعة الحال نحن مستعدون للإجابة على الأسئلة التي قد تطرحونها في هذا الإطار، وشكرا. وبهذا على الملتقى، نسيت أن تقول أنه هو الملتقى سنة 2019 الذي يتعرض للصيرفة الإسلامية.
مباشرة أحيي الكلمة إلى الأستاذ كمال الزيك ليتكلم عن الجانب النظري في حدود 7 دقائق ثم نستدعي إلى النص السيد نصر حيدر. تفضل. فأنا أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أنا أجد مصور أن أتواجد معكم في الشام في هذا اليوم المبارك في سنة 2019 وأوقفكم كل عام وأنتم بخير. أيضا أتشرف بوجودي في هذا المكان وأستسمح الأستاذ حيدر أنا لأبدأ الكلام قبله ومعروف حيدر هو أبو صيرف الإسلامية في الجزائر منذ أن بدأ في البنك البركة. أكيد أنا في هذه الدقائق التي منحت لي سأتكلم بصفة عامة لأن الأمر الآن إحنا بصدد الحديث عن ما يسمى بالشمول المالي أو الاندماج المالي. الآن لا يخفى عليكم بأن كان فيه تجارب بدأ بنك البركة في 91 وبنك السلام في 2008 وكان فيه بنوك خاصة أخرى فتحة بعض النوافذ، لكن أعتقد بأن الانطلاقة الحقيقية بدأت يوم 4/11/2018 يعني لأول مرة فيه نص قانوني صادر في الجريدة الرسمية 73 في 9 ديسمبر 2018 ينظم ويؤطر لأول مرة مجال السيارات الإسلامية. يعني كل ما كان من قبل المجهودات التي بذلت من قبل من طرف بنك البركة وبنك السلام حتى البنوك الأخرى فهي مشكورة، هي مجهودات خاصة وهي ما يسمى عليها المسكوت عنها، يعني كانت تشتغل بدون ما يسمى بالإطار القانوني. لأول مرة في الجزائر فيه إطار قانوني يعتبر تاريخ 4/11/2018 تاريخ مفصلي، تاريخ مهم جدا، لأن هذا التنظيم 6/2018 اللي إصدر أخذ موافقة البنك المركزي في 4 نوفمبر 2018، بالتالي بدأت الصرافة في تواجدها وفي تأصيلها القانوني. ما يخفاش عليكم بأن التمويل الإسلامي في الأصل ينقسم إلى قسمين، تمويل ربحي وتمويل غير ربحي. في إطار الشمول المالي نريد أن هذا التمويل الربحي وغير الربحي يدرج ضمن هذا الشمول المالي، يعني يكون جزء من الشمول المالي والاندماج المالي. هذا واحد. التمويل الربحي معروف، يعني الصرافة الإسلامية تأمين تكافلي والصكوك الإسلامية، لأن يستحيل الصرافة الإسلامية أن تنجح إذا ما رفقهاش التأمين التكافلي. لأن من المفروض عندما نتكلم على أمر إسلامي لابد يكون فيه تأمين أيضا يوافق، لأن غير منطق أن الصرافة الإسلامية تلجأ إلى التأمين التقليدي، وبالتالي التأمين التكافلي هو شيء ضروري. وإحنا عندنا تجربة وأعتقد أن نص القانون ينشر قانون تعديل قانون التأمينات الحمد لله أدرج لأول مرة هو أيضا التأمين التكافلي، ننتظر فقط الحكومة تقدمه إلى البرلمان، يعني المشروع موجود. الآن ما يسمى بالصكوك الإسلامية قانون المالية ل 2018 أدرج لأول مرة ما يسمى سندات بدون فائدة، لكن سندات سيادية، يعني الحكومة تستطيع بدل ما تلجأ إلى التمويل عن طريق طبع النقود يمكن تلجأ تمويل ميزانيتها عن طريق سندات بدون فائدة كما يتعمل بريطانيا كما يعمل كثير. نص القانون موجود لكن الحكومة ما لجأت لها، لكن إحنا باش يهمنا أيضا سندات غير معتمدة على الفائدة أو السندات بدون فائدة أو ما يسمى الصكوك الإسلامية. حتى المؤسسات ننتظر من الحكومة مجهود آخر تعديل قانون تجاري باش تسمح للشركات اللجوء إلى هذه الطريقة وهكذا. لماذا؟ لأن الصرافة الإسلامية ما تنجحش بدون هذا الزوج. علاش؟ لازم لها تأمين تكافلي باش تنجح، ولازم لها صكوك إسلامية باش توظف تلك الأموال الفائض اللي تحققوا باش توظفوا توظيف إسلامي. هذا شيء ضروري، هذا ما يسمى بالتمويل الربحي. فيه تمويل غير ربحي لكن ضروري، ونحن ننادي بمؤسسة هذا الأنشطة اللي هي موجودة الآن باش تدخل هي في إطار الشمول المالي كجزء من آليات التمويل وهي الزكاة والأوقاف. أكيد فيه مجهودات بذلت من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لكن تبقى دون المستوى، فهي مجهودات فردية، فهي مجهودات تقوم بها الوزارة، لكن ما لم تأخذ البعد الكبير كما أخذته هذه الآليات في دول أخرى. لذلك إحنا ناشدنا وزلنا ناشد من 2002 إلى يومنا الحالي إلى مؤسسة صندوق الزكاة،
ومؤسسة الأوقاف باش تصبح مؤسسات، وتصبح هذه المؤسسات هي فاعلة أيضا في ما يسمى بالتمويل الإسلامي التشاركي هكذا بهذه الآلية الخمسة بالإضافة إلى الآلية الموجودة. هذا هو الشمول المالي، هذا هو الاندماج المالي. هذه واحدة ثانية لابد نأكد يعني في كثير المغالطات. أولا الصرافة الإسلامية والتأمين التكافلي والصكوك وغير ذلك ليست بديلة للمنتوجات الموجودة حاليا، بل هي مكملة. لذلك تلاحظوا بأن مصطلح التمويل البديل لم يعتمد، لأن هذه ليست بديلة مما هو موجود الآن. يعني اقتصاديا هذه أدوات مكملة في إطار الشمول المالي للأدوات الموجودة فعلا الأخرى. يمكن هذه الأدوات جاءت ليست فقط ليست لاستقطاب الأموال الموجودة في البنوك، بل الهدف الأسمى هو استقطاب الأموال المكتنزة. الآن ما يخفاش عليكم وتعرفوا الأرقام أحسن مني، يعني حجم المبالغ الموجودة خارج الإطار الرسمي، يعني ما هو مكتنز. يمكن الناس من حقها، وهذا في إطار الحرية اللي طاها الدستور، أنها تختار أدوات التمويل التي تراها تناسب مع معتقداتها، تراها تناسب مع أفكارها. أعتقد بأن أنا الأول الآن بوجود هذه الأدوات التمويلية الأخرى غير ما هو موجود من أدوات تقليدية، يستطيع جزء كبير من المتعاملين الاقتصاديين، يستطيع جزء كبير من المواطنين إخراج هذه الأموال المكتنزة من جحورها وإدخالها في أدوات التمويل الإسلامي. وبالتالي فقضية الشمول المالي تنفي قضية أن هذا يكون بديل آخر والآخر يكون بديل آخر. أعتقد بأن ما هو سائد في كثير من دول ماليزيا، تركيا، حتى في المملكة العربية السعودية، في كثير نتكلموا عن العرب والمسلمين، دول أوروبية الأمور مفصولة. ما تعرفوا الآن أكبر بلاس فينونسيير إسلاميك في العالم هي بريطانيا، يعني قبل دبي، دبي تعتبر في العالم الإسلامي رقم واحد. لكن الآن قائمة على ما يسمى بقضية الحرية، يعني المواطن الحر يتجه يمينا أو يتجه يسارا، يروح لأدوة التمويل الإسلامية أو أدوة التمويل غير الإسلامية فهو حر. هذا ما نبتغيه في منظومتنا، والآن بدأنا لذلك في 2019، يعني هي نقطة انطلاقة، هي نقطة انطلاقة للصرافة الإسلامية الحقيقية. لأن من قبل كما قلت الجماعة مشكورين، رغم أن نسبة تمويلاتهم يعني حجم التمويلات يعني أعتقد وصلت 2% فقط بارابور التمويلات البنكية الأخرى، لكن مشكورين. يعني 2% تم تحقيقها في غياب الأطر القانونية، في غياب الخصوصية. الآن البنك المركزي في إطار هذا القانون هذا أو تنظيم سنة 2018 سيأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المؤسسات المالية الإسلامية، وهو مجبر سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الآليات والأدوات الإسلامية الموجودة، لأنه الآن نظمها صح دينا بسبع آليات في نص المادة أعتقد الثانية، نتطرق إلى سبع آليات وإن شاء الله الخير جاي القدام. لكن الشيء الإيجابي في هذا القانون، أولا لأول مرة يتكلم على هيئة شرعية ولا هيئة وطنية شرعية لتقوم بعملية الإفتاء، وبالتالي صح الواحد ماشي كل عملية الإفتاء. احنا نتمنى من المجلس الإسلامي الأعلى أن يقوم بذلك كهيئة إفتاء للصرافة، للتأمين التكافلي، للصكوك، للزكاة والأوقاف، باش تكون هذا توحيد هذا الإطار. الأمر الثاني المهم، لأول مرة البنك المركزي يعترف بأن يجب بالنسبة للبنوك التي تفتح نوافذ إسلامية أن تكون ما يسمى باللغة الفرنسية دوبل كونتابيتي، يعني حسابين، حساب للصرافة التقليدية وحساب للصرافة الإسلامية، وهذا شيء رائع. وهنا فيه تحدي، لابد الآن ما يسمى بالكوميسيون كونت لازم يكون عندهم تكوين شرعي، لأن الحد الآن عندهم تكوين محاسبي، يبو سيرتيفي لا كونتابيليتي تاع الحساب الأول، لكن الحساب الثاني المتعلق بالصرافة الإسلامية يستحيل أن يسيرتيفي، لازم يكون عنده ما يسمى تكوين شرعي. السؤال يطرح، من يعطي له هذا الاعتماد؟ كيف يتم؟ هذا تحدي للمجلس الوطني للمحاسبة باش يتم هذا الأمر. أيضا الشيء الإيجابي، الآن كل هذه الأدوات، هذه المؤسسات المصرفية المالية الإسلامية ستقدم فيش تكنيك على كل مثلا المرابحة، المشاركة وغير ذلك، يتم اعتمادها. أكيد البنك المركزي يعتمدها من ناحية دراسة المخاطر الصرف وغير ذلك.
وستعتمد من الهيئة الوطنية التي ذكرت في المادة الرابعة من تنظيم 0218 من الجانب الشرعي، وبالتالي لذلك قلت لكم 4/11/2018 هي مهمة جدا. نشكر جماعة البنك المركزي، ما يهمش جات الأمر متأخر، جات خير من ما تجيش كاع، صح احنا كنا ننتظروا إن شاء الله، لكن أعتقد احنا كاقتصاديين وباش نوقعوش في نفس الخطأ، احنا وقعنا في خطأ في البورصة، انشأنا البورصة بالقانون قبل ما ننشئ السوق اللي تشتغل فيه، والآن راكم تشوفوا النتائج اللي أنا عايشين فيها. أعتقد أن ما حبيناش نرتكبوا نفس الخطأ، خلينا السوق لا دومون 2% راهي مليحة ما شاء الله، هذيك 2% زائد كثير المطالبات، يعني السوق راه محضر، جينا أطرنا السوق، أعتقد تكون نتائج أحسن 1000 مرة بكثير مما التجربة اللي درناها في البورصة. أنشأناها قانونيا لكن ما أنشأناهاش السوق، الآن هي راه يتحوس كيف ندير السوق تاعها. أعتقد بأن هذا التأخير تاع البنك المركزي كما يقول لك رب ضارة نافعة، أعتقد هذا التأخر خلى لا كرياسيون تاع السوق، لا دوموند، الناس تطلب، المواطن يطلب، يعني أنشأنا بعض المتاع، جينا أطرنا السوق، هكذا تكون أعتقد النتائج إيجابية أحسن مما لا. أعتقد هذه بعض الكلمات اللي أردت أن أتكلم فيها في الإجابة، وأستسمحكم وشكرا. شكرا فقط. هناك يعني مصطلح او مفهوم اود ان ربما يتفضل الاستاذ في توضيحه لبعض الاعلاميين، ما هم كلهم ربما، مصطلح الشمول المالي، لان الرهان كبير اليوم على هذه المساله. شوف قضيه الشمول المالي يعني قضيه هي ما عندهاش يعني ضد الاقصاء، مع الاسف الشديد اللي فتره زمنيه كبيره في الجزائر كانت نظرة واحدة تسود، وهي قضية ما يسمى بالتمويلات التقليدية، باش ما نقولوش ربوية نقولو التقليدية، لأن حتى كلمة ربا في علامة استفهام باش نكونو صراحة، لأن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يسمى بالنظام المعدنين الذهب والفضة، لكن الآن قضية النقود الورقية وما يشوب النقود الورقية من تضخم وانخفاض قيمتها، وفيه طرح يقول لك يعني إذا كانت سعر الفائدة أقل من قيمة التضخم، فيه جدال كبير شرعي، احنا مش ما ندخلوش فيه، نقولوا التمويلات التقليدية، كانت مجبر المواطن الجزائري أنه يذهب إلى هذا التمويل فقط بدون ما يكون له لغط، الشمول المالي يشمل الجميع، يعني كل ما هو موجود الآن من تمويلات من أدوات سواء تقليدية أو غير تقليدية فهو يدخل في هذا الإطار، يعني قضية الإقصاء ما كاش إقصاء، يعني الآن ما يسمى، وهذا يتماشى مع دستورنا، يعني دستور مع الحرية. مع العلم أن بنك الجزائر سبق أن في 14 فبراير 2017 كانت فيه لائحة تدعو البنوك إلى تسهيل، أكيد هذا يدخل كما قلت لكم في إطار انفتاح المنظومة المالية، لأن جربنا قضية الانغلاق وشفنا نتائجها، الآن نحن نجرب تجربة جربوها قبلنا، نحن لسنا أحسن كما قلت لكم من ماليزيا ولا من تركيا ولا من دول الخليج، ونحن لسنا أحسن من فرنسا أو بريطانيا أو غير ذلك، ما عندهمش هما، ما عندهمش ما يسمى العقدة، أي مورد مالي يجي مرحبا به، وبالتالي الآن منظومتنا المالية هذا في إطار المنظور الجديد ل أعتقد الحكومة هي الشمول المالي، يعني كل الناس، كل الآليات، كل الأدوات التي تحقق استقطاب المال وإدخاله إلى قنوات فمرحبا به، وما بالك إذا كانت الأدوات هذه تتماشى مع المادة الثانية من الدستور، وما بالك إذا كانت هذه الأدوات تتماشى مع المعتقد وعقيدة الشعب الجزائري، وبالتالي فأعتقد بأن هذا هو الإطار اللي نشتغل فيه، لا إقصاء لأي نوع من أنواع التمويل ولا انفراد من أي نوع من أنواع، فهي الساحة تستوعب الجميع فليتنافس المتنافسون. شكرا لك أستاذ سيدنا، الله فيك على كل هذه المعلومات القيمة التي قدمتها. لا فقط للتذكير، فقط هذا المنتدى يبث مباشرة على صفحة فيسبوك لجريدة الشعب على المباشر. فاتني في البداية أن أرحب بممثلي المجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والاقتصادي، مباشرة يحضر معنا الآن سيدنا صحيدة رئيس العام أو رئيس المدير العام لبنك السلام الإسلامي لنتكلم عن الجانب العملي التنظيمي لدخل هذا البنك، ما ساهم ليحدثنا نوعا ما عن حجم الإقبال على هذا النوع من التمويل، هل هناك إقبال، هل هناك إلى غير ذلك، مباشرة في الكلام لسيدنا صادق، تفضل في حدود 7 دقائق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشكر موصول لجريدة الشعب الأستاذ أمين على هذه الدعوة الكريمة، وكذلك لأستاذنا أخينا زهير مزيان على تنظيم هذا اللقاء مع الإخوة الصحفيين ومع المهتمين عشية لانطلاق هذا الملتقى الدولي إن شاء الله في حول الجوانب العملية والعملياتية للمالية الإسلامية عموما. كما تعرفون المالية الإسلامية أعم وأشمل من المصرفية الإسلامية أو الصرافة الإسلامية، يعني كاين لا فينونس إسلاميك وكاين البانكينغ إسلاميك. المصرفية الإسلامية هي أحد مكونات المالية الإسلامية، كما تفضل الدكتور كمال بارك الله فيه. المالية الإسلامية تشمل عمليات المصرفية أو الملتزمة بقواعد الشريعة الإسلامية، وكذلك التأمين التكافلي وعمليات السوق المالي زوبيراسيون دو مارشي الملتزمة كذلك بقواعد الشريعة الإسلامية ومتمثلة أساسا في إصدار صكوك الاستثمار، سواء كانت صكوك سيادية تصدرها الدولة أو الحكومة أو أحد مكونات امتدادات الدولة، أو صكوك خاصة تصدرها مؤسسات اقتصادية لتمويل مشاريعها واحتياجاتها التمويلية. في الجزائر كما تعرفون انطلقت الصرافة الإسلامية على ضوء صدور قانون نقد القرض لسنة 1990 الذي فسح المجال أمام الاستثمار الخاص وأمام الاستثمار الأجنبي لولوج السوق المصرفي الذي كان حكرا قبل ذلك على المؤسسات المصرفية العمومية، البنوك العمومية الستة. فأول بنك يعني دخل السوق المصرفي من باب القطاع الخاص، من باب الاستثمار الأجنبي كما تعرفون، هو بنك البركة الجزائري ورائد الصرافة الإسلامية في الجزائر والذي فتح الطريق. وكما تفضل الدكتور يعني في غياب أي إطار قانوني يراعي ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الصرافة الإسلامية كمنتجات يعني لها مميزات تميزها عن منتجات المالية التقليدية والصرافة التقليدية، وحتى القانون نقد القرض وأنظمة البنك المركزي لم تكن تأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصيات، ولكنها في نفس الوقت لم تمنع السلطات الإشرافية، وهذا يذكر لها وتشكر عليه، كانت تنظر إلى المسألة بسعة أفق وبرحابة صدر وبانفتاح كبير، مما جعل هذه المنتجات رغم أنها لم تكن يعني تجد هذا الأساس القانوني الصريح الذي يسمح بممارستها في إطار يعني أحكام قانونية واضحة، رغم ذلك يعني تلقتها السلطات الإشرافية والمنظومة الاقتصادية ككل تلقتها بكل أريحية وفسحت لها المجال، مما سمح لها بالنمو والتطور والتهيكل والتجذر في المجتمع والاستجابة لاحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين الجزائريين ومن المتعاملين الاقتصاديين الذين يعني هذا أمر واقع لا يمكن أن نتغاضى عنه أو نتجاهله، يعني هناك شريحة كبيرة من المواطنين ومن المتعاملين الاقتصاديين يعزفون عن التعامل بالمنتجات المصرفية وبالمنتجات المالية التقليدية لما يشوبها من إشكالية الربا أو من شبهة الربا، بغض النظر عن النقاش الفقهي حول هذه المسألة، علما أن المجامع الفقهية كلها اتجهت نحو يعني اعتبار أنه هذه المعاملات التي لا تراعي يعني الضوابط الشرعية قد يكتلفها هذا الإشكال إشكال الربا، وبالتالي كان لابد من تقديم هذا البديل. البديل ليس بمعنى الإقصاء كما تفضل الدكتور، البديل بمعنى أنه الذي لا يرغب في منتجات معينة لابد أن يجد مجال لاستخدام منتجات أخرى، هذا هو المقصود بالبديل. المقصود بالبديل أنه توفير هذه السعة، هذا الخيار، هذا التنوع في المنتجات في السوق لتمكين كل الفاعلين الاقتصاديين سواء كانوا مدخرين أو سواء كانوا يعني مستثمرين أو أصحاب مؤسسات أصحاب أعمال ومشاريع من أن يجدوا ضالتهم ويجدوا الأدوات والمنتجات التي تستجيب لقناعتهم. كما أقول دائما في مثل المداخلات لا يمكن أن نفصل بين علم الاجتماع وعلم الاقتصاد، يعني كان في الاقتصاد الآن وأصبح الآن محل اهتمام يعني مراكز البحث والجامعات وكبار الاقتصاديين، الاقتصاد السلوكي هذا يعني كان سنين من كبار الاقتصاديين نالوا جائزة نوبل واحد منذ سنتين ريشارد تايلر، هذا تخصصهم في الاقتصاد السلوكي، مدى تأثير الذهنيات مدى التأثيرات الثقافية والتأثيرات النفسية في السلوك الاقتصادي.
فهذه التأثيرات هذه يمكن أن نتجاهلها يعني، وبالتالي لابد أن نجد يعني أنوعة أخرى متعددة حتى نستغل كل الطاقات وكل القدرات وكل الموارد لخدمة الاقتصاد الوطني. وهذا هو الذي جعل كما تفضل الدكتور السلطات العمومية وبجلس نقل القرض إصدار هذا التنظيم ربما لسد هذا الفراغ القانوني فيما يخص تقدير هذه المعاملات، بحيث أصبح لها الآن يعني أساس تنظيمي في منظومة المنظومة القانونية التي تنظم العمل المصرفي. طبعا هذا النظام خاص بالعمليات البنكية المصرفية الإسلامية. نحن في انتظار طبعا كذلك هناك مشروع جاهز لتعديل قانون التأمينات اللي يشمل يعني التأمين التكافلي. هناك نوع التأمين التكافلي في الجزائر هو التعاضدية، يعني الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية سينما. هذا تأمين تكافلي ولكن يختلف ربما عن تأمين تكافل الذي نتحدث عنه الآن ملتزم بالقواعد الشرعية الإسلامية، من حيث أن شركات تأمين تكافلي تمتنع مثلا عن توظيف فوائد الفائض الاستغلالي لها، يعني فوائد السيولة في ربما معاملات يعني في مثلا توظيفات في بنوك تقليدية أو في سندات. وإن كان قانون الأسلحة حد الآن يلزم شركة التأمين كلها بما فيها شركة التأمين التكافلي الوحيدة لشركة السلامة بتوظيف فائضها الاستغلالي في 50% في سندات الخزينة التي يعني فيها إشكالية الفائدة، ولكن الآن بالقانون الجديد إن شاء الله تحل هذه الإشكال بحيث يعني لو تكون تفسح لها المجال في توظيف الفائض في مجالات ملتزمة بقواعد الشرعية الإسلامية إما لدى البنوك الإسلامية أو ربما إن شاء الله إذا يعني شرعت الحكومة ربما في إصدار هذه الصكوك الذي سمح بها قانون المالية 2018 صكوك سيادية ممكن تستثمر في مثل هذه الصكوك. الآن الحمد لله يعني خلينا نقول الفراغ القانوني هو بصدد أن يسد وأن يكون هناك يعني مجال أوسع وأرحب لكل الراغبين سواء من قبل السلطات العمومية أو من قبل المؤسسات المصرفية القائمة في تقديم هذه الخدمات للمواطنين في إطار هذا الشمول المالي. شمول مالي كما تفضل الدكتور هو عدم إقصاء أي شريحة من المجتمع أي فئة من المجتمع لاستفادة من الخدمات المصرفية سواء الادخار توظيف المدخرات لدى البنوك أو تمويل المشاريع الاقتصادية. من قبل كان هناك نوع من الإقصاء الذاتي سيدوتو إكسفيزيون بمعنى أنه أرفض التعامل مع منتجات لا تستجيب لا تتوافق مع قناعاتي الشرعية، فكان هناك نوع من الإقصاء الذاتي. الآن الحمد لله يعني فتح هذا المجال، اولا كان يعني البنك البركه ومصرف السلام الجزائر الذي تاسس في 2008 يقدم خدمات كلها يعني ملتزمه بقواعد الشريعه الاسلاميه وتحت اشراف ومراقبه ومتابعه هيئه للرقابه الشرعيه مكونه من مجموعه من العلماء المتخصصين في فقه المعاملات، وتحت كذلك رقابه دائمه لاداره خاصه يعني لدى المصرف اداره للرقابه الشرعيه تقوم بالتدقيق الشرعي على هذه المعاملات للتحقق من مشروعيتها والتزامها بالضوابط الشرعيه. اذا قلت يعني فضلا عن هذين المصرفين الاسلاميين كاملي الصفه كما يوصفان، كذلك بدات بعض البنوك الخاصه والبنوك العموميه الان بفتح شبابيك انشاء شبابيك متخصصه في تقديم هذه الخدمات الملتزمه بقواعد الشريعه الاسلاميه. هذا من شأنه أن يوسع من دائرة صرافة المجتمع، يوسع من دائرة الشمول المالي حتى يعني حتى لأن حتى شبكة البنوك العمومية هذه اللي عندها نوافذ إسلامية مثل الصندوق الوطني لتوفير الاحتياط، البنك الفلاحة والتدميرية، بنك التنمية المحلية، هذوما عدد الفروع تاعهم تقريبا أكثر من 500 فرع ويغطون أكبر يعني يمنحون يوفرون تغطية أكبر للسوق المصرفي ولمختلف مناطق الوطن مما لم يتمكن بنك البركه والمصرف السلام من استيفائه التغطيه بسبب قله عدد الفروع، يعني فروع البركه 30، فروع مصرف السلام الان وصلنا الى 13 الحمد لله، ونحن بصدد يعني توسيع من فروعنا حتى في المناطق الداخليه للبلاد ان شاء الله. قريبا سنفتح فرع بسكرا، بعد فرع عفوا فتحنا فرع بسكرا قريبا، فتحنا فرع باتنا قريبا، نفتح فرع عين وسارة وفرع المسيلة، وكذلك هنا فتحنا فرع أضرار، ونحن نشرع إن شاء الله سنفتح فرع كذلك في تمر راسل. نحن نرغب في تقريب خدماتنا
في المناطق الداخلية للبلاد، أين نجد هذا الوازع الديني وهذا الحس الشرعي الذي يجعل كثير من المواطنين هناك ومن أصحاب الأموال ومن أصحاب الأعمال ربما لا يستفيدون من خدمة مصرف دائما في هذا المسعى الذي شجعت عليه السلطات العمومية، مسعى الشمول المالي، مسعى الإدماج المالي، مسعى يعني تنويع المنتجات حتى تستوعب كل الطلبات وكل الاحتياجات. باختصار فقط يعني ما دام الإخوان قالوا لي تكلم عن الجانب العملي وربما في جملتين أو ثلاثة، يعني ما يميز المصرفية الإسلامية عن المصرفية التقليدية هو أنها لا تتعامل بالإقراض أو الاقتراض بالفائدة، لأن حتى التعريف الوارد في النظام يحتاج إلى تدقيق. ليس المقصود يعني يمكن نعرف هذه المعاملات بأنها معاملات بدون فائدة، المشكل مش ليس في مصطلح الفائدة، المشكل في طبيعة العقد الذي تولدت وترتبت منه الفائدة. يعني الانتيري مش هو المشكل من جهة الانتيري، إذا جاء عن طريق عملية إقرار أو اقتراض، الاقتراض مثلا الودائع في حسابات ادخار أو حسابات لأجل أو سندات الصندوق، اقتراض مقابل زيادة احنا في إطار إشكال شرعي. كذلك تمويل المشاريع عن طريق مختلف أنواع القروض التقليدية، يعني بالديكوفير، فاسيليتي دو كاس، الكريدي دو كومباني، القرض المتوسط أو المدى طويل المدى، قضية خصم الأوراق التجارية، مختلف صيغ هذه تعبئة الديون التجارية أو المستحقات، هذه كلها تقوم على أساس عقد قانوني واحد هو القرض مهما اختلفت الصيغ، القرض بزيادة يطرح إشكال شرعي. إذا البديل بمعنى مش بمعنى يعني البديل الذي يقصي، انما البديل بمعنى طرق اخرى او اساليب اخرى لاستقطاب المودائع تكون عن طريق عقد المضاربه، انه المصرف الان الذي المواطن الذي يرغب في ايداع ماله بالبنك ولا يطلب زياده على هذه الوديعه يكون في حساب جاري مثله مثل البنوك التقليديه لا تطرح اشكال شرعي ما دام ما كان زياده، فهي قرض يضمنه البنك، يضمن اعادته لصاحبه عند الطلب دي كونت افي. بينما إذا كان أراد صاحب الحساب أن يأخذ ربح أو عائد على وديعته لابد أن يتغير موقعه من موقع المقرض إلى البنك ليسلف دراهم للبنك إلى، وهذا يعود كيف القانوني يعني في قانون نقل القرض الوديعة المصرفية سي با أن ديبو سون جوريديك سي أن بري، لما يكون هذا بريليمينيري كاين إشكال شرعي. البديل هو أن يكون عقد استثمار نسموه من ناحية الشرعية عقد المضاربة، عقد المضاربة أن صاحب الوديعة يستثمر أمواله بالبنك، البنك يقوم باستثمار هذه الأموال، يفوض البنك أن يستثمرها في مختلف صيغ التمويل الشرعية ويتقسم معه الأرباح مع قبول المشاركة في مخاطر الاستثمار. ليس هناك عائد ثابت وليس هناك يعني ضمان عقدي لي، وحتى قانون الآن لأن النظام الجديد أقر مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر لهذه الوديعة، لأن تخضع لمبدأ الخراج بالضمان أو الغم بالغم، إذا أردت أن تشارك في الأرباح عليك أن تشارك في المخاطر، هذا هو المبدأ الشرعي. ولكن طبعا عمليا العمليات البنوك تقوم على أساس إدارة حذقة وإدارة تحوطية للمخاطر بحيث يعني يكون هناك يعني توزيع للمخاطر بحيث لم يحدث نادر أن مثلا حدث خسارة في رأس مال هذه الوجهة، دائما الربح قد يكون مثلا عالي أو منخفض حسب مردودية التمويلات، يعني هو ليس هناك عائد ثابت كما في البنوك التقليدية يعطيك 2.3% على الوديعة اللي دخلتك، هنا يقدر تكون 2.8 يقدر تكون 3.2 يعني حسب المردودية، إذا هناك عائد متغير وكذلك هناك قبول بالمشاركة في مخاطر الاستثمار من حيث المبدأ، أما من حيث النتيجة ومن حيث الواقع فليس هناك يعني خسارة في هذه الودائع، لأن البنوك تستثمر هذه الودائع باحترافية وبتحري قواعد مهنية صارمة في مجال إدارة المخاطر وتوزيع المخاطر. في مجال التمويل لدينا فضلا عن هذا يعني الحسن الحظ أن النظام تحدث عن صيغ التمويل على سبيل الذكر، تكلم عن المرابحة، تكلم عن الإجارة، تكلم عن السلم، تكلم عن الاستصناع، تكلم عن المشاركة والمضاربة، ست صيغ المحمودة ومتعارفة عليها ومعروفة في العمل المصرفي السلمي، ولكن هناك صيغ أخرى مثلا المرابحة هي إحدى صيغ البيع، ولكن هناك صيغة البيع بالتقسيط، البيع الآجل، إحنا مثلا في البنك السلام أردنا أن نقدم قيمة مضافة، هذا تميز نوعا ما لأن شعارات المصرف هو شعارات ثلاث هي الالتزام، التزام بالشريعة والالتزام بالقانون والأنظمة المصرفية، التميز من حيث الإبداع
والابتكار وتقديم منتجات جديدة والتواصل مع المجتمع. الحمد لله يعني في مصرف السلام منفتحين يعني حتى عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر، حضورنا في منتقلات إعلامية مثل هذه يعني نحن منفتحين على المجتمع ونتلقى اهتمامات وحتى ربما انتقادات وربما شكاوى وتظلمات بصدر رحب ونتفاعل إيجابيا مع كل هذا، لأن المصرف لابد أن يكون منفتح المحيط حتى يقوم بهذه المهمة الشمول المالي والإدماج المالي بتفوق وبنجاح. إذا قلت فضلا عن هذا أن قدمنا مثلا بدل المرابحة صيغة البيع بالتقسيط في مثلا في مجال السيارات، نشتري السيارات ونبيعها بالتقسيط ولا نتعامل فقط بالمرابحة للآمر بالشراء، يعني الزبون هو اللي يجيب لنا الفاتورة ونحن نعطيه الشيك يروح مثلا يسدد للموزع السيارات. طبعا الفاتورة دي باسم البنك، معاملة المرابحة هي معاملة شرعية ولها يعني ضوابطها قوية يعني معتمدة من قبل هيئات الرقابة الشرعية ومن قبل معايير الشرعية هذه. ولكن أضفنا صيغة البيع، نحن حبينا نعيد اعتبار المصطلح البيع، يعني كثير ما تلام بنوك سلام تتعامل فقط بالمرابحة، ولكن هناك صيغة البيع اللي هي الأصل، المرابحة إحدى صيغ البيع، نوع من أنواع البيع، ولكن أردنا أن نعود إلى الأصل وهو البيع بالتقسيط، حتى البيع الآجل بدون حتى أن نعمل بمبدأ الإلزام الواعد بالشراء. ربما الوقت يعني ما يسمحش باش نخوض التفاصيل، فقط كلمة أخيرة، هذه المنتجات المصرفية كلها الآن أصبحت محل يعني منضبطة بمعايير شرعية، سون نورماليزي، كان معايير شرعية، كان 54 معيار في الكتاب اللي ذكرونه صادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة المستقبلية الإسلامية الذي يضبط كل صيغ ومنتجات وأساليب أدوات المالية الإسلامية، سواء في مجال البنوك أو في مجال التأمين تكافلي او في مجال عمليات السوق او حتى يعني في يعني منتجات يعني كمثلا حتى منتجات المساقات، منتجات مثلا كيف حمايه راس المال والاستثمارات، ونظم قضيه مثلا حتى الزكاه، التعاملات الماليه بالانترنت، مسائل الرهن، مسائل الحقوق الماليه والتصرف فيها، الاوراق الماليه والاسهم والسندات، الجمع بين العقود، الوكاله بالاستثمار، يعني مسائل يعني 54 معيار اضيف اليها اربعه معايير تولدت حديثا، بحيث الصناعه الماليه الاسلاميه الان اصبحت صناعه عالميه، صناعه مهيكله، صناعه يعني منضبطه ولها معاييرها، وهذه المعايير اصبحت تولدت حتى من قبل صندوق النقد الدولي ومؤسسات التعيير الدولية لزورغانيزم نورماليزاسيون كونتابل انترناسيونال، اعتمدت هذه المعايير بحيث الصناعة المالية أصبحت الآن جزء من الصناعة المالية العالمية، لها معايير شرعية، معايير محاسبية، ومعايير في إدارة المخاطر، ومؤسسات دعم وتأطير، والحمد لله يعني في الجزائر لهذه الصناعة الآن موقعها، إذا كان عندها 2% في السوق، فلا ننسى أن 87% من السوق المصرفي لازال تحوزه البنوك العمومية، مازال يعني هيمنة البنوك العمومية تاريخيا تاريخيا، و 13% فقط تتقاسمها أكثر من 20 بنك ومؤسسة مالية خاصة. ضمن هذا السوق المصرفي الخاص حصة البنوك الإسلامية لا بأس بها، هي الآن تقريبا بين 15-17%، وهي في نمو مفترض إن شاء الله، وبدخول هذه الشبابيك تاع البنوك العمومية سترون كيف ستزيد هذه الحصة إن شاء الله لتكون لتقدم هذه الخدمة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني وتحتاجها البلاد ويحتاجها العباد. وأعتقد أنك تعطلت سيد أمين، وبارك الله فيكم، شكرا جزيلا. شكرا السيد جيد الشاب، نفتح الآن النقاش مع المتدخلين، فلا بأس أن نذكر بالتقاليد المعمول بها فيما يخص التدخل والمشاركة في النقاش، فرجاء فقط من كل متدخل أن يعرف بنفسه والمؤسسة التي يمثلها، وبما أن لدينا ثلاث متدخلين ما شاء الله اليوم، رجاء من كل متدخل أن يخصص سؤاله بمتدخل معين حتى يأخذ الإجابة الملائمة من المتدخل. وشكرا لكم، تفضلوا النقاش مفتوح. يتعلق بالمالية الإسلامية أو نعم أستاذ زهير، هل هو ملتقى يتعلق بالمالية الإسلامية ككل أو بالصيرفة الإسلامية فقط؟ كذلك عدد المشاركين وكذلك الدول التي ينحدر منها الخبراء الذين سيشاركون في ينشطون هذا الملتقى. شكرا.
أعتقد على حسب معلومات المتواضعة المالية هي أشمل، وإذا قلنا الصيافة معنى هذا نقصي بعض المؤسسات المالية بما فيها شركات التأمين على سامع الأستاذ حيدر. هذا فيما يخص إذن الطرق التطبيقية تخص المالية الإسلامية، هذا من جهة. بالنسبة للمشاركين هناك ما لا يقل عن 20 متدخل وخمس بلدان ممثلة في هذا الملتقى مشارك. Monsieur Stig a parlé de l'initiative de Sokok, notamment pour les entreprises. Mais je tiens juste à vous informer que tout récemment, le ministre des Finances a carrément écarté tout amendement. Et dans son argumentaire, il dit que ça prend du temps. Donc, je ne sais pas comment vous allez procéder. Est-ce que vous allez formuler notre demande pour l'initiative de Sokok pour les entreprises? Et vous avez également parlé, Monsieur Hitler, de l'assurance TKFOL. Est-ce que vous êtes favorable, comme il y a le cas pour la Malaisie, d'aller vers une loi commune pour la finance islamique et l'assurance TKFOL, ou bien chacune aura sa loi précise? Merci. Effectivement, en ce qui concerne le secours souverain, le problème, je pense, il a été résolu à travers la disposition introduite dans la loi de finances de 2018, qui permet justement au Trésor public d'émettre donc des secours souverains. Pour souverain, ce sont des titres qui peuvent revêtir plusieurs formes. Hein. Peut-être des titres représentatifs d'un actif réel, nous appelons Sukuk Ijara, c'est l'État qui titrise un peu un bien appartenant au domaine privé de l'État. Donc, en quelque sorte, il cède soit le bien, soit l'usufruit du bien, le droit de jouissance, d'exploitation du bien, aux investisseurs qui souscrivent donc des titres. Et ils leur payent, et ensuite ils sur le relou à l'État, dans le cadre d'une opération que nous appelons l'opération de l'ISBAC, et les investisseurs, au lieu de percevoir un remboursement du principal et des intérêts sur le principal, comme dans l'emprunt obligataire classique, ils perçoivent donc des loyers qui incluent une partie du principal et une partie, c'est la rémunération, si vous voulez, le profit que les investisseurs risquent de réaliser à travers donc. Cette souscription dans ces titres, que j'appelle moi les titres d'investissement Sharia compatibles. Donc ça c'est une forme, ça peut être des titres participatifs dans des projets financés par l'État, moyennant donc un partage des bénéfices générés par ces projets. Il y a une multitude de formules qui sont, si vous voulez, inspirées des mêmes produits de financement qu'utilisent la banque islamique ou la finance islamique, telle que par exemple des titres de Ijara, Musharaka ou Istisna, ou des titres de Murabaha, mais sous selon certaines conditions. Mais les plus usités, ce sont des titres Ijara, donc c'est une titrisation d'un actif réel, d'un actif tangible, ou des titres de participatifs, de type Musharaka, participation. Au résultat d'un projet économique. Donc, pour les titres souverains, ça ne pose pas de problème. C'est une question juste de maîtrise et de volonté d'aller de l'avant et de faire cette émission, ne serait-ce qu'une émission à titre, disons, je dirais pédagogique, pour introduire la chose dans les mœurs, dans les pratiques. Et beaucoup de pays l'ont fait, les pays d'Afrique notamment, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Sénégal, vous avez le Togo, qui ont procédé à des émissions de titres souverains et qui ont levé des fonds à l'international, d'ailleurs, pour financer un peu du projet d'infrastructure économique. De régulation et de réglementation des opérations de marché, pour que ces titres puissent obtenir ce visa, il faut qu'ils aient un ancrage légal dans le code de commerce. Le code de commerce, il a énuméré les différentes valeurs mobilières qui peuvent être émises par les entreprises, par les sociétés par action. Ces sociétés par action peuvent faire des émissions donc, soit obligataires, soit des actions. Donc, hormis les actions, vous avez donc toutes les autres variétés d'émissions, ce sont des titres de dette. Et les titres de dette, les titres représentatifs d'une dette, d'un emprunt auprès du public, auprès des parents publics, moyennant versement d'intérêt, pose un problème de charia. Donc, pour pouvoir émettre des titres équivalents, des titres par exemple participatifs, il faut qu'il y ait cet ancrage légal dans le code de commerce qui fait défaut aujourd'hui. Il y a une proposition de modification du code de commerce,
mais qui n'a pas encore abouti, où il a été proposé d'introduire justement cette variété de titres représentatifs d'un droit de propriété sur un actif réel, au lieu que ce soit un titre représentatif d'un droit de créance. Donc un titre d'un droit de propriété qui peut faire l'objet d'une ijara, d'une opération de leasing ou de leaseback, ou des titres participatifs. Alors, en attendant cette modification de la loi, qui, comme vous l'avez précisé, comme l'a dit M. le ministre, ça demande beaucoup de temps, c'est une procédure qui est lourde, etc. Donc nous, nous avons envisagé, nous sommes en train de travailler sur une formule d'émission de titres participatifs prévus dans le Code de commerce, sauf que ces titres participatifs tels que prévus dans le Code de commerce sont un peu sont des titres hébrides. À la fois, ce sont des titres de créance, mais dont la rémunération est composée de deux parties. Une partie fixe qui équivaut à taux d'intérêt, une partie variable qui est indexée à la performance, si vous voulez, de l'entreprise. Donc ça s'appelle titre participatif, mais pas dans le sens participatif tel que préconisé par les règles de Sharia, parce qu'il y a cette rémunération fixe, il y a cette garantie de remboursement qui n'est pas compatible avec le concept même de Musharaka. Donc l'alternative, on a d'ailleurs travaillé avec la COSOB, je salue le président de la COSOB, M. Brah, qui est une grande ouverture d'esprit, et qui est disposé d'ailleurs à accorder son visa à la COSOB sur une variante de type participatif qui serait adaptée aux prescriptions de la Sharia à travers la neutralisation de la partie fixe de la rémunération, c'est-à-dire la rémunération fixe 0%, et à travers donc le renoncement volontaire des investisseurs à la garantie de remboursement du capital, pour qu'on sorte d'une logique de dette, de dette rémunérée, à une logique carrément d'investissement participatif. Et je pense qu'on a pratiquement bien défini les contours de cette opération. Il reste juste à trouver un peu le cadre et le contexte dans lequel on pourrait procéder à cette émission. Soit une banque, c'est là, ou Baraka, qui peut lever des fonds à travers l'émission de ces titres-là, au grand public, ou l'institutionnel, ou bien une entreprise privée qui pourrait recourir à ce genre d'émission pour financer le développement, par exemple, de son programme d'investissement. المواطنين لأنه فيه شريحة كبيرة يعني كما تكلم الأستاذ حيدر اللي صدر يمكن اختصاصها في يعني في إطار الاقتصاد الوطني. أنا يعني الشيء اللي كنت حابب سيد أولا نقدم نفسي سيد بلقاسم مصطفى من المجلس الوطني الاقتصادي واجتماعي. دونك حبيت نقول أنه يعني التوجه يعني الحالي للسلطات يعني العمومية الجزائرية هو الحالي واللي عنده منذ سنوات هو يعني تنويع الاقتصاد الوطني. تنويع الاقتصاد الوطني أو تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني. دونك حنا نشوفوا باللي حتى كذلك الان كي نتكلموا على تنويع مجال الصرافه او الماليه الاسلاميه هو يدخل في اطار هذه السياسه. يعني تنويع المنتوجات. تنويع المنتوجات فوالا المنتوجات نتكلم على المنتوجات يعني صح هو تنويع دونك هذه المنتوجات في الاطار البنكي وهذا شيء جميل خاصه وان كما قلت انه انا نظن يعني كملاحظ او كمحلل او كموظف في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وحنا كان سبق لنا لو كنا درنا ديجا دراسه ربما طلع عليها الاساتذه عندها خمس او ست سنوات اكثر من هذا كنا تكلمنا على لا ريفورم دو سيستيم بونكار وين في لا ريفورم دو سيستيم بونكار ديجا parmi les autres recommandations qu'on a fait on a parlé تكلمنا على l'expérience هذه نتاع لي بنك اسلاميك كما تكلمتم وتحدثتوا عليها يعني في انجلترا في ماليزيا وفي عده دول اخرى واللي كانت جابت يعني كما يقول لك نتائج جيده يعني في الجانب هذا البنكي هنا انا نقول باللي ان مستقبل انا يعني هذه ملاحظه نتاعي مستقبل هذا التوجه في الجزائر خاصه عنده مستقبل نظن عنده مستقبل يعني ظاهر وراح يكون عندها مكانه
الخارطة البنكية الجزائرية لسببين أساسيين. أولا للتوجه يعني السياسي تاع السلطات الوطنية وهي عدم تبعية للمحروقات اكسيتيرا، دونك توجه إلى حلول أخرى. وثانيا يعني بالنسبة للمجتمع يعني المواطنين الجزائريين يعني عندهم ميل لهذا نسبة إلى يعني المعتقدات الثقافات كما تكلم السيد قال لكم فتحوا بنوك في، وهذا شيء جميل كذلك خارج يعني العاصمة والمراكز الكبرى نتاع أنا متفائل لا، ولكن السؤال اللي حبيت نطرحه يعني السؤال اللي أنا كنت السؤال أنا طرحته هذه ملاحظة اسمح لي على كل حال دقيقة، هو جانب تاع التكوين العالي يعني احنا نشوفوا فيه يعني مؤسسات تكوين في المجال البنكي وفي مجال الاقتصاد اكسترا، ولكن ما عندناش يعني مجال تخصص في مجال هذا الصرافة البنكية أو المالية الإسلامية. هل هناك مشاريع يعني إذا كان عندكم معلومات هل هناك مشاريع يعني في هذا الميدان يعني في التكوين الجامعي، لأنه مثل هذه البنوك تتطلب إطارات تتطلب يعني دي ريسورس هيومان كابابل يعني دو جيري هذا لو غران بروجي إن شاء الله اللي عنده مستقبل كما نظن أنايا ظهر في الجزائر. شكرا لكم. يعني ما عندناش ملتقى يعني هذا ملتقى يعني لا ملتقى يزامل يعني يأتي في سياق اقتصادي وسياسي معين بطبيعة الحال. الشعار تاع الملتقى هو stabilité monétaire, inclusion financière, innovation et confiance. هذا الشعار stabilité monétaire استقرار inclusion financière شمول وإنوفاسيون التنويع لأنه المسألة مسألة إبداع يعني ما حتى في مجال الصرافة الإسلامية والأستاذ قدير الأستاذ ناصر حيدر هو أدرى فيما يخص المنتجات السياسية هي منتجات مميزة ومتنوعة بدليل أنه حتى المعايير كثيرة ومتنوعة وربما أعتقد أن الإشكال هو في هذا التنويع. وشكرا. القضية إذا فيه اهتمام يعني قبل سواء المؤسسات الجامعية أو مؤسسات تكوين هذه التدريب الخاصة، يعني مثلا في بعض الجامعات فتحت تخصصات في الماستر وفي الدكتوراه في المالية الإسلامية من جامعة ستيف. جامعة بسيلة، جامعة بتنا، المدرسة العليا للتجارة، يعني فتحوا الآن تخصصات في ماستر وفي الدكتوراه في هذا المجال، وهناك رسائل كثيرة في بحثت في مسائل متعلقة بالمالية الإسلامية. فيما يخص المعاهد الخاصة كذلك، أن المعاهد الخاصة تكون دورات تدريبية ينشطها متخصصون في هذا المجال لفائدة راغبين في التدريب، سواء كانوا مؤسسات يعني بنكية ومالية ترسل موظفيها وإطاراتها للتدريب كان الأمر، وخاصة الآن بعد يعني فتح النوافذ للشبابيك. وكذلك هناك معهد متخصص اسمه معهد التدريب والبحوث في المالية الإسلامية انستيتيو دو ريشيرش دو فورماسيون فينانس إسلاميك اللي يعرفها اللي أسسه بنك البركة عن طريق وقف أسس هذا المعهد، ويقدم تدريبات متخصصة قصيرة المدى حاليا لإطارات وموظفي البنوك وراغبين في التدرب في هذا المجال. إذا هناك الحمد لله الآن مجال التكوين يعني أصبح موجود وفرص تكوين متاحة. أستاذ قبيل أستاذ حيدر، إحنا مثلا لما أعطينا للاتصال والتسويق لماذا؟ لأننا سنفضي إلى مسألة التكوين. بالنسبة مستقبلا الشبابيك أو منتوجات الصرافة الإسلامية ربما لا بد من تكوين نوعي، لأنه من الصعوبة بمكان أن تجد مثلا اليوم إنسان متخصص في يعني تكون عنده ازدواجية التكوين في المجال المالي والمصرفي وفي نفس الوقت المجال الفقهي. إذا ما هي النماذج البيراغوجية اللي ممكن اقترحها كمود اوبيراتا اللي ممكن تعتمد مستقبلا لتدريسها؟ لأنه ربما أنا أعتقد
بانه فيه مدارس وفيه مؤسسات وفيه معاهد اللي درس هذا، ولكن اعتقد انه ان التكوين المزدوج هذا ربما نادر. هذا هو هل هناك مرحله انتقاليه لتطبيق هذا القانون؟ هذه اولا. ثانيا، ما هي دائما بما انها تجربه جديده، ما هي التخوفات او الاشياء غير المتوقعه اللي يمكن ان في المستقبل القريب او البعيد ان تظهر من حيث لا يدري مثلا لا اقول المشرع ولكن الانسان اللي مشرف على عمليه الصرافه الاسلاميه؟ قد تؤدي احيانا، نشوفوا بلي احيانا السلطات العموميه تاخذ قرارات معينه، مثلا قول هذا مثلا شيء انا عرفنا بما مضى انا في حاله معينه. شوفوا وزير الماليه، لاحظت انه كلما تعلق الامر عندما يتحدثون عن الشمول المالي عن طريق الصيرفه التشاركيه او الاسهاميه او التساهميه عفوا او الاسلاميه، كلما تكلموا عن هذا الموضوع تكلموا عن مساله التدرج. البعض يقول لك تغير. انا من خلال قراءتي للخطاب هو مساله التدرج، وفي اذا ترجعوا للخطاب دائما يركز على مساله التدرج. فقط اليوم استاذ زهير، حقيقه من مزايا هذا النظام ريكلومون مش قانون، اي لوا سي ريكلومون مجلس النقد القرض ريكلومون فرونسي ريكلومون كيبي، من مزاياه انه اتسم بالعموميه بحيث انه يعني تفادى الدخول في بعض التفاصيل التي ربما قد تشكل كما تفضل الاخ الكريم الحل، قد تشكل ربما دون ان نشعر ربما بعض عوائق او بعض العرقله لتطور نمو هذه المنتجات. المزيه الثانيه ان هذا النظام صدر بعد تقريبا 28 سنه من الممارسه الميدانيه، عبر تجربه بنك البركه، تجربه بنك السلام، تجربه بعض النوافذ التي شرعت في النشاط حتى قبل صدور هذا النظام. هذه الممارسه العمليه الميدانيه سمحت لهذه المنتجات بان تتجدد وتتهيكل وتمارس وتطبق، بحيث اصبح الان هناك اصبحت منتجات معروفه، منتجات يعني فيها هناك تمرس بها، بحيث انه هذا النظام جاء ليؤثر بعد معاملات موجوده. هذا خلاف كما تفضل الدكتور تماما وفقه تماما من تعمل قانون وتحب عبر هذاك القانون عبر هذيك الانظمه تخلق منتجات وتطور منتجات وتطور ديناميكيه في السوق. التجربه اثبت انه لا يمكن أن نطور سوق أو نطور معاملات أو حتى نطور الاقتصاد عن طريق نصوص قانونية فقط، عن طريق نصوص قانونية أو نقول غير نطاق. هذه التجربة أثبتتها. لابد تخلي الواقع هو اللي يفرز الإطار القانوني والإطار التنظيمي، حتى يكون الإطار القانوني التنظيمي يتلائم ويتوائم مع الواقع الاقتصادي والواقع الاجتماعي. التجربة التي أشار لها الدكتور كمال أنه مثلا في 95 صدر قانون أمر ينظم ويسمى صناديق الاستثمار. Les fonds communs, les offices civils, les organismes de placement en commun des valeurs mobilières. Il y a les fonds d'investissement, les fonds de placement, les fonds communs de placement, FCP, ou qu'il y a les SICA, les sociétés d'investissement à capital variable. Il y a 95, il y a le canon, il y a le son de FIDI, ou qu'il y a une achat de l'endroit où il y a un métier pour ça, il y a des SICA, voilà, son d'investissement mondial, voilà. شركة سيكاف موجودة. هذا يدل على شيء، يدل على أنه أنا مقتنع بالمقاربة الأنجلو ساكسونية في هذه المسائل. القانون لازم ينبع من الواقع وليس العكس. إذا التعامل براغماتي لازم يكون براغماتي. هيئة المحاسبة والمراجعة لل مؤسسة المالية الإسلامية كان على حسب معلوماتي تأسست في الجزائر في 1990. نعم. J'ai deux questions, Monsieur Haïdam. Indépendamment des considérations religieuses, je pense aussi que la problématique se pose en termes de coûts pour les clients, pour les usagers des banques. Est-ce qu'aujourd'hui, les produits islamiques, c'est-à-dire si on peut faire un peu de benchmarking avec, ou des produits comparables, je pense qu'ils sont un peu plus chers que
en fin de compte, une banque, il y a du business. Et un client aussi a intérêt à avoir. On vient aussi à l'inclusion économique. Ne pensez-vous pas que le problème, c'est pas vraiment les considérations religieuses, mais aussi le fonctionnement bureaucratique des banques? Est-ce que les guichets aujourd'hui du banking islamique offrent plus de fluidité pour les clients en termes de commerce extérieur, ou c'est un peu l'environnement, l'encadrement qui bloque qui favorise le marché informel et non pas les considérations religieuses? Merci. شكرا على هذا اللقاء المهم جدا في الطرف. سؤال يعني بسيط، كل البنك كل يعني تجربة تأتي تحاول تقدم أشياء يعني تتميز وتحاول تجذب أكثر الذي تتعامل معه أو الذي تبص إليه هذه الخدمة على ضوء الممارسة الميدانية في حينك. هل هناك يعني ريتيسونس، هناك تحفظات ربما احنا كاعلاميين من جانب الاقبال على هذه التجربه الجديده، وما هي الاشكالات التي ربما تطرح من خلال علاقتكم سواء مع المواطن او مع المستثمر او المتعامل بصفه عامه؟ هذا واحد. ثانيا نشوف بالله يعني على ضوء التسهيلات والاغراءات التي يمنحها خلينا نقول البنك تاعكم يعني السلام، بالنسبة للعقار اللي هو يعني بشكل كبير في الجزائر، ما هي مساهمة البنوك الإسلامية في تخفيف من هذه المضاربة أو باختصار في تقديم خدمة أكبر لمواطن يبحث ربما عن بيت أو مثلا في هذا السوق الذي ينتهي؟ شكرا. Islamiques, elles ne sont pas plus chères que ceux de la concurrence, bien au contraire. Se situent au même niveau sur le plan donc, nominal. Les marges appliquées par les banques islamiques en matière de crédit se situent pratiquement au même niveau que ceux des banques conventionnelles. Le taux de rémunération des dépôts participatifs se situe aussi pratiquement au même niveau que ceux de la concurrence. À la seule différence, bien sûr, des taux bonifiés pratiqués par les banques publiques. Effectivement. Les banques publiques pratiquent des taux assez faibles en matière de crédit d'investissement et lesquels taux qui sont déjà faibles, à peu près 5,5%, sont bonifiés à hauteur de 2%. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on ne peut pas être compétitif, mais aussi on ne peut pas offrir ces conditions parce que nous ne sommes pas une banque publique, nous sommes une banque privée, une banque commerciale, nous sommes astreints à des objectifs donc, de résultats et aussi d'équilibre financier. Donc, si vous voulez, sur ce plan-là, effectivement, je pense que les pouvoirs publics, les autorités monétaires devraient peut-être veiller à ce qu'il y ait une concurrence, disons, saine et équilibrée et équitable entre différents acteurs de la place, parce qu'au niveau de la loi, au niveau de la réglementation bancaire, il n'y a pas de différence entre banque publique et banque privée. Bon, sur ce plan-là, je suis d'accord. Mais dans l'absolu, c'est pratiquement les mêmes. Je dirais bien au contraire. En raison du risque de non-remboursement qu'encourt aussi bien les banques salariées que les banques conventionnelles, sauf que les banques conventionnelles continueront à appliquer le taux d'intérêt avec les pénalités de retard sur les échéances non remboursées. Donc ils auront toujours le taux de rendement, par exemple, de 8% au mois, majoré de 2% en cas de retard. Ce que ne peuvent pas appliquer les banques islamiques parce que c'est contraire à leurs principes. Ce qui fait que si, par exemple, dans une opération de crédit sur une année, je calcule ma marge bénéficiaire sur la base d'un taux de rendement de 9%, donc je suis plus cher de 1% que la banque conventionnelle, et que le remboursement n'intervient qu'après 2 années, quel serait mon taux de rendement réel? Il serait de 4,5%. Il serait de moitié plus faible que le taux nominal. Donc ce risque de rendement lié au risque donc, de non-remboursement n'est pas pris en charge par la tarification appliquée par les banques islamiques, alors qu'en principe, elle devrait inclure ce risque dans sa tarification. Elle devrait être plus chère, mais on n'est pas, parce qu'on doit tenir compte de la concurrence. En ce qui concerne donc les considérations religieuses, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, les considérations religieuses n'expliquent pas elles seules ce phénomène donc, de pratiques financières, commerciales, économiques, informelles. Il y a plusieurs facteurs, le
des facteurs culturels, des facteurs sociologiques, des facteurs économiques, des facteurs fiscaux, des facteurs de confiance vis-à-vis des establishments financiers existants. Beaucoup de facteurs concourent à l'essor donc de ces pratiques informelles. Et le facteur religieux en constitue un de ces facteurs, et un facteur important, effectivement. Beaucoup de gens, si on leur offre la possibilité de travailler conformément à leurs convictions, n'hésiteront pas à, ils l'ont fait, à soit à drainer leur épargne vers ces banques Sharia compatibles, ou à financer leur projet ou l'extension de leur projet par des formules Sharia compatibles. Sauf que, donc, il y a un problème, effectivement, comme vous l'avez dit, de confiance envers le système, et problème de bureaucratie, de lenteur, de lourdeur, effectivement, même les guichets islamiques, des banques publiques, je pense qu'elles pourront drainer une partie de ces activités informelles, mais elles pourront drainer encore plus si ces produits sont gérés de manière performante, de manière compétitive et de manière avec des conditions de qualité, de célérité requises par les agents économiques. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. سؤال تاع تخدم بالله هو متعلق بالتحفظات. لا احنا ما نجد اي تحفظات يعني لا من جهات السلطات لا مستوى الذهنيات. بالعكس احنا قلنا المعاملات الماليه الاسلاميه هي في بيئه حاضنه في الطول، لان احنا يعني في المواطن الجزائري عموما يعني عنده تحفظ بالعكس تجاه مساله هذه تاع الربا. يعني كاين ناس ربما حتى تبقى ماشي ملتزمين دينيا، ربما في قضايا شخصيه تلقاه ربما ماهوش يعني ملتزم، ولكن لما يتعلق الامر باش يشري دار ولاده ولا يشري سياره تجد عنده هذاك التحفظ، يقول لك انا ما نتعاملش. هكذا الشيخ كمال، الشيخ كمال محتك بالجزائر العميقه، يعرف كيف يفكروا الناس. لا شيء مؤثر جدا يعني، فبالتالي يعني الايكونومي كومبورتمونتال، وحتى على مستوى الجهات الرسميه والصور. بالعكس ان انا هناك يعني كما قلت مع كان تعامل يعني بكثير من الاريحيه والايجابيه والتعاون والتفاهم، مما سمح لهذه المعاملات ان تنمو وتتطور. البنوك الاسلاميه تساهم في تقديم خدمات مثلا في مجال تمويل السكن. احنا عندنا في مصر السلام منتج دار السلام، سميناه دار السلام، اللي هو منتج موجه لشراء بيت سواء لدى خواص او لدى مطورين عموميين او خواص، تهيئة بيت، توسعة بيت، دونك عندنا كيدي دونك داكيزيسيون بور داكيزيسيون دو لوجمون، بور لاميناجمون دو لوجمون، بور ليكستونسيون دو لوجمون، ويعني وبشروط نشجع الناس فقط على حتى الادخار، احنا بصدد التطوير ما يسمى ادخار خاص بتمويل سكن، يعني حتى تحصل على شروط تفضيليه كونديسيون ديفيرونسيال، افتح حساب ادخار وابدا تدخر فيه ويجيب لك يعني ارباح في حساب استثماري، وكل ما كانت الارباح اكثر كل ما كان الايداع اكبر، كل ما يعني ربما يستفيد من شروط تفضيليه، حتى نشجع دائما ان هناك توجيه من السلطات العموميه لتعبئه الموارد الماليه وتعبئه الادخار، خاصه ادخار عائلات. احنا في المؤسسات المصرفيه، القطاع المصرفي اعتقد ان لم نبذل جهد كافي لاستقطاب ادخار عائلات. هناك ادخار مؤسسات ليبارن زونتربريز، ليبارن انستيتيوشنال، مي ليبارن دي ميناج هذه ادخار الافراد العائلات، ما بذلناش جهد كافي. وحنا في مصرف السلام تبنينا استراتيجيه طموحه جدا، استراتيجيه هجوميه لاستقطاب ادخار الافراد عن طريق منح مثلا بعض المكافآت الذين يكتتبون على هذه الدفاتر في الادخار مثلا او حسابات الاستثمار، وكذلك منح شروط تفضيليه في مجال التمويل سواء تمويل السكن او تمويل السيارات، حتى نشجع العائلات على ان يدخروا اموالهم ومدخراتهم لدى البنوك. كلمة أخيرة يتكلم فيها على يذكر الملتقى إلى ذلك، ثم نختتم هذا اللقاء. شكرا سي أمين. على كل حال احنا هذه المبادرة هذه مبادرة اتخذناها قناعة منا من باب الاقتناع بإسهام المركز هذا، مركز الدراسات، إسهام في خلق فضاء للتفكير للنقاش، وأردناه في هذه المرة ربما أنه يكون أكثر عملي، مادام أنه يعني ربما الملتقيات حول الصيرفة الإسلامية كان فيه ربما إسهاب،
ولكن انا تبعت كثير يعني الملتقيات في الصرافة الإسلامية واهتميت، ويكفي لي فخر ان اول يوم دراسي حول الصرافة الإسلامية كنت بادرت به مع الأستاذ حيدر الناصر سنة 2003، وعلى ما أذكر الأستاذ بوزيدي كان حاضر وكان تحت رعاية المجلس الإسلامي الأعلى. يعني هذا احنا مهتمين كثير بهذا الأخر وتحمسنا لهذا الأخر، وإن شاء الله ننتظر كثير من الصحافة الوطنية أنه تسهم حتى هي في إيجابيا في نجاح هذا الملتقى. وكما يقول المثل كل شيء ما تم نقصانه، احنا هذه بداية نسهم، ربما يجي واحد اخرين يساهموا ان شاء الله تكون فيها يعني نتائج مرضيه للجميع ولبلادنا ان شاء الله. وشكرا. طيب على كما اشكر كذلك الاستاذ حيدر، فقط اذكر ان الملتقى سوف يكون في 8 جونفي 2019 بالمركز الدولي للمؤتمرات. شكرا لكم جميعا، شكرا للاخوه ممثل مجلس الاقتصادي والاجتماعي لممثل مجلس الإسلامي الأعلى، أستاذنا كان الوزير معنا في جريدة الشعب لأول مرة أعتقد، شكرا لكم جميعا، شكرا موصول كذلك للإخوة والزملاء في الأساطير الإعلامية على موافقتهم المستمرة لنشاطات هذا المنتدى كما لا يفوتنا. ومن باب الأمانة نشكر كذلك الدكتور كمال الزيك المتواجد الآن على في مباشرة على قناة إذاعة الجزائر الدولية. شكرا لكم جميعا، يوم سعيد، إلى اللقاء، السلام عليكم.